بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد دي مراجعة سريعة كده على الفوات الموجودة في الصيدلية في الأسيوطية السيستيين 600 و200. ده طبعا بيستخدموه طبعا كميوكوليتيك، ومع برضه مع الناس اللي بتاخد باراسيتامول كتير. تمام، في الأجيولاكس ده طبعا لاكزيتيف، في الأجاريكس ده أجار، والأجرافال ده أجار، في الأكتي كولييك طبعا ده كولاجين وحاجات زي الغضايف وكم من ده، في البروفين تمام، في البلف ده ايرن، في الكومبليم نفس الحكايه، لاكتوفيرين تمام مخزون، في السيتوسيد مغنيسيوم، في السيفامول، فيتامين سي مع باراسيتامول، في سيمي بايون ده كده زي ده ايرن ولاكتوفيرين مع طعم الشوكولاته، في الكوليورينول يورينال، في الكم نيفيتا فورت ادفانس بقى رجالي وحميمي، في الكارمينكس الاطفال، في سي اتش الفا، في كليم اي موسع شعب، في الديوري برضه حاجات الكلى وكده، في دوفي، في الدايسميك تمام، في الايبي ماج، في فوائد الفواكه، في برضه فوائد الحديد ومكونات الغذائية، في جي سي مول تمام، ده عبارة عن باراسيتامول وجوي فيناسين اكسبكتورانت وفيتامين سي، في محلول جفاف، في كيلاجون بتاع الكلى، في اللولا ويست بتاع أحماض أمينية، اللاكتول فورت اللي هو لاكتوباسيلس، الليلي بيل مونتيلو كاست اللي هو مسل ستابلايزرز، في برضه الليميتلس واللينترا حاجات مكملات، وفي الميوكو بيف اللي هو بديل أسيتيل سيستين هو أوراق، وفي مو أجار أجار برضه، في النيكزيا بتاع الحموضة، وفي ال مكملات غذائية برضه بالهبل، النيكز برو برضه للحموضة، محلول جفاف، البروكزيمول للكلى، البوما ماكس برضه المكملات، البرافوتين، المخزون لاكتوفيرين، البرينو بيبيوتيك زي اللاكتور فورتو كده الراني بتاع الحموضة، في رينال اس املاح، في سيدرال فوليك مكمل الحمل وكده، واليوريفين بتاع الاملاح، اليوريد، اليوسولفين، في الفيتا سيد، فيتامين سي تمام، في فيتا سيت كالسيوم دلوقتي مع كالسيوم كمان، في الويندي ستاسيستين برضو كده. خلصنا فترة الصيدلية الحمد لله.